كيفكم صبايا؟ هايبر لكيفك سبا. اليوم؟ كيفك أميمة؟ أهلين جاهزين للحلقة؟ أكيد أكيد. بدي أسألكم شيء، قديش بتلاقوا مهم وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات التشيتشات بحياتنا اليوم؟ ولشو أكثر شيء بتستعملون للتواصل بالشغل أو مع العائلة؟ صراحة بيرلا أنا يعني مواقع التطبيقات الرسائل الفورية هو شيء صار كلش مهم بحياتي ما استغنى عنه، بس أنا شخصيا أفضل أنه أستخدمه بالتواصل ويا العائلة وأهلي والأحباب والصديقات أكثر من الشغل. يمكن بالشغل بعدني أحب الإيميلز، أحب التليفون، أحسه أسهل وأسرع للأمور اللي شوية تكون بروفيشنال أكثر. العائلة لأنه عائلتي إحنا كل أحد بمكان، فأحس أسهل شيء أنه الصبح أصور زومي ويوميات وأدزها لوالدي والوالدتي ينتظرون هاي الفيديوهات. وأنا حلو هذا الشيء. أنا مثلي كمان لأن في قسم من عائلتي برات لبنان، فهيك منتواصل بطريقة أسلس وأسرع، وساعة كان مش أنه مثل قبل كنا نضطر على التليفون وأنه أو إيميلز. بس كمان أنا صراحة بحب استعمله للشغل، يعني بحس أنه مش بس إيميلز، أوقات مثلاً بده الواحد يسرع أموره أو شيء ضروري بده يخلص، لا بفضل استعملهم. أنا لا، الشغل بعدني أحب التليفون. خلي نشوف أميمة شنو رأيها. أنا من رأيي أنه الشتشات أو الرسائل السريعة صارت وسيلة تواصل اجتماعي جدا مهمة، وعلى حسب كيف إحنا حنستخدمها. أنا عن نفسي 90% يعني استخدم الوسائل هذه، بحكم ان انا على طول شغاله سواء شغل داخلي او شغل خارج المملكه، فانا اعتبرها اداره كامله داخل هذا التواصل، هو تطبيق جدا مهم بالنسبه لي انا. طيب انا حابه نحكي اكثر اليوم عن لياقات تطبيق الرسائل الفوريه، يعني الاتيكيت والتهذيب باستعمال تطبيقات التشيتشات. شو في اشياء بتزعجكم؟ بالنسبه لاشياء يعني تزعجني، اكيد في اشياء كثير بتزعج في هذه الرسائل. أنا عن نفسي مثلاً لو أنا دخلت أونلاين بدي أشوف حاجات مهمة سريعة علشان أبغى أخذ منها شيء مفيد، فجأة ألاقي كثير دخلوا على أونلاين ويعملوا لي اتصال أو رسائل. أنا هذا الشيء من الأشياء اللي مرة تزعجني، مو معناها أنا أونلاين معناها لازم أرد الآن على الناس اللي دخلت تشوفني وتكلمني. هذه من الأشياء اللي تزعجني. كمان ممكن يزعجني كمان أنه لو أنا دخلت جروب بيفضل في الجروب يرسلوا كثير ناس رسائل وصور وأشياء أنا مالي فيها، أنا داخل جروب لهدف معين إنه المفروض إني حستفيد منه يستفيدوا مني، فبيزعجني إنه بتكتر الصور بتكتر حاجات أنا مالي فيها، فتلاقيني بنزعج وبحاول أخرج من هذا الجروب. يعني طبعا هذه أشياء بسيطة تزعجني. وأنا كمان بنزعج بس يكون في جروب معمول لغرض معين أو لشغل معين ويصير فجأة خلص نكت وهيك ناس عم يتسيروا بشي ما خصوا بموضوع الجروب، فبصير وقتها مثلا أنا إذا عم بشتغل بدي أرجع لأول الشات تشوف شو كان الحديث تعرف شو هو غرض الجروب. أنا بالجروبات بصراحة أحب الجروبات، بس اللي يزعجني مثل ما قالت أميمة إذا توصل هواية أشياء بالجروب وتكون الميموري تصير فل ما التليفون وبعدين ما أعرف شلون أتخلص من الكم الهائل من البرودكاست. أنا شخصيا من أكثر الأشياء اللي تزعجني بهاي التطبيقات أنه لما يكون مثلا لما تستخدم للعمل وتوصلني مسجات مو بالوقت الصح، يعني خارج أوقات العمل. أعتبر هذا الشيء مو بروفيشنال، لهذا قلت لك أرجع لنقطة قطي افضل الايميل او الفون كول. نفس الشيء موضوع الفويس نوتس الطويله، مو كلش احب عندي وقت اسمع فويس نوتس. يعني اذا الفويس نوت مالتي كانت فوق الدقيقتين وصلتني رساله صوتيه فوق الدقيقتين احس نفسي ما اقدر بعد اركز، انه اسهل لي تليفون خصوصا اذا احنا بنفس البلد. يعني ديما عم تنزعجي بس ابعث لك فويس نوتات لا هيك قصدي؟ لا احنا مو نفس البلد. شوفي لما نكون يعني انا وانت وامين ما هسه نتواصل هواي على الفويس نوت، بس احنا مو نفس البلد. بس احس لو ساكنين نفس البلد انه ليش هاي الفويس نوت الطويله، انه خلص نرفع سماعه ونسمع بعض اسهل. انا بكل حتى يبين يعني انا لانه بالفويس نوت اريد اجاوب راسا، اريد اعطي رياكشن فيعجبني باللحظه. انا صراحه ما بوافق الراي تكون صريحة معك، لأنه أنا مثلاً إذا بوقت شغل أو بوقت مثلاً قاعدة ميتينج مع حدا أو حتى غدا يمكن مع حدا ما بحب حدا يتصل فيي،
انه بصير ما لي عين وبدي اقطش الشخص اللي بوجهي، او انه هالشخص اللي بوجهي رح يحس يمكن بانزعاج انه عم ترد على التليفون. بفضل لو فويس نوت طويل، هيك بيبقى عندي بعد 5 دقائق 10 دقائق لقيت حالي فاضي رد، بكون خلص انه رديت وبجاوب على عفداوتي يعني. ومي ما شو رايك بالفويس نوتس الطويله؟ أنا حياتي على طول فويس طبعاً طويلة، بالذات إن أنا بستخدمه لأولادي لمامتي لأهلي لشغلي مثلاً في المكتب داخلي. الفويس هذا بيخلي بناتي طبعاً عارفين إنه ماما إذا كانت فرحانة أو زعلانة أو غضبانة، فبيعطي على طول الانطباع اللي أنا أبغاه وأوصل الرسالة بصوتية. لمامتي نفس الشيء، مشاعر الحب الاشتياق لماما جدا مهم الفويس هذا. بس ما نقدر نسويها بالتليفون نفس الشيء. لا 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 معلش، انا ادي رسائل ماما انا اشتقت لك وحشوفك حبايبي اولادي لازم كذا كذا تصير، بعدين برجع اتواصل بعد ما اخلص كل شيء، بس اقول لهم انا هنا انا سمعتكم انا شايفتكم. بس طبعا الفويس ما حيمشي مع كل الناس، يعني لا يمكن انا استخدم رساله فويس مثلا في عمل في احد رسمي إنه أنا أقعد أرسل له رسالة رسمي، هذه طبعاً نو واي. وكمان الوقت اللي أنا ممكن أرسل فيه برضو هذا يهم، بالذات الفويس. لكن في الحالة دي أنا أكتب أكثر أفضل، وأترك رسالة حتى لو متأخر شوية يمكن هذه، لكن على أساس أوردر لشيء لتاني يوم، هذا بالنسبة لي أنا. شو وضع اللي بيحكوكم مثلاً الصبح بكير أو بالليل بالليل مأخر؟ بصراحة أنا إيه انزعج، قلت لك خصوصاً إذا كانت مسجات عمل مو بوقتها الصح تزعجني شخصياً. يعني إذا شوفي إذا عائلة أو أصدقاء أو زوجي أو يعني عادي بيناتنا التواصل يكون بأي وقت، بس إذا رسائل عمل أفضل تكون بوقت معين. أنا مثلاً طول اليوم ما أطل على الواتساب وما أمسك الرسائل السريعة اللي بتجيني أبداً، طول اليوم مشغول أو عندي شيء بكمله. أجي في فترة مثلاً بعد الساعة 9 بالليل تلاقيني بأجلس أشوف كل الرسائل كل الأشياء طبعاً اللي هي لازم أتابعها، فتلاقي أني لازم أعطي أوردر على حسب مين اللي أعطي له أوردر صوتي، أو ممكن اللي أعطي له أوردر بالكتابة رداً على الأشياء اللي أبديت لتاني يوم. بس طبعاً أنا ما أطل أثناء ما أكون مشغولة إلا في الناس المهمين، يعني أنا أشوف مين المهم الأول أني أنا أشوف رسالته في اليوم يمكن كذا مرة، بيتي أولادي مامتي أهلي الناس اللي مرة مقربين لازم أكون كل شوية أشوفهم. باقي الرسائل أشوفها آخر النهار عشان أقدر أرد وأجاوب، يعني زي السكرتارية لما نعطيها أوردر، هذا مرة مهم بالنسبة لي.